وشوشة. انا بقالي دلوقتي سنتين بمثل او رجعت للتمثيل، هو رمضان قبل اللي فات. انا صراحه منين ده مضيته اول حاجه، يعني قبل كفر دلهاب وكلبش والحصان الاسود والحلال، قبل حتى رمضان قبل اللي فات ومصورينه في الايام دي. انا يعني القبطان ياسر سليم هو المنتج بتاع العمل، فانا استاذ ياسر كلمني على الشغل، وبعدين قابلت المخرج استاذ سيف يوسف وقعدت معاه ومضيت. صراحه مدين ده كان اول حاجه مضيها. كوميدي، انا بحب الكوميدي قوي. يعني نفسي حد يكتشفني في الكوميدي والله يا جماعه. يعني بحس، يعني ما اعرفش، يعني الناس بيقولوا ان انا لا المفروض تعملي حاجه كوميدي، يعني بقعد اقلش طول الوقت ومعاك. مش عارفه، انا بحب يعني بحب يعني حاجه صعبه، والكوميدي صعب على فكره، الكوميدي مش سهل. يعني ما اعرفش، انا بميل دايما للحاجات الصعبه. انا خرجت فنون مسرحيه تمثيل واخراج اصلا يعني، وياما مثلت مسرح شكسبير مش دلوقتي يعني. انا حابه المسرح ان انا يكون ليا اسم يعني، واعمل حاجات مهمه في المسرح. المسرح اصعب حاجه، فعشان تعملي مسرح لازم تبقي مستعده ومركزه معاه بكل جوارحك. هي جميله وسامح، والكواليس كلها كانت مسخره، والمخرج اصلا كوميدي ودمه خفيف، وطول الوقت احنا قاعدين بنضحك. يعني الحاجات اللي هي كانت بتطلع على التلفزيون، احنا كنا الاكستريم بتاعها، يعني احنا كنا طول الوقت كان موضوع كوميدي جدا. بدايتك انت كنت دايما بتواجهي معاناه فيها وبتقولي مفيش شغلانه في الوسط، هل تخطيتي المرحله دي ولا الدنيا لسه؟ مين قال ان انا قلت كده؟ لا ما قلتش كده خالص، لا مش الكلام ده، ما قلتش كده خالص. اصل هو الموضوع معلش يعني، لو انا واحده صاحبتي وانا يعني whatever اي حاجه بقى، ممثله ولا مخرجه ولا وهي ما بتعرفش تمثل وبتعرفش تعمل اي حاجه، هشغلها ودور نفسي مثلا يعني؟ لا طبعا، هو الدور بينادي على صاحبه يعني. طبعا الدور بينادي على صاحبه. انا بقى انت ممثله شاطره، خلاص اسمك هيبقى دارج، هتبتدي شويه شويه تتعرفي. لكن موضوع لا، انا ما قلتش خالص. انا حظي كان حلو ان انا اشتغلت مع الاسامي الكبيره دي في بدايتي كده بجد، يعني سواء ممثلين او مخرجين يعني، بجد لا حظي كان حلو جدا. يعني استاذ يوسف الشريف وامير كراره واحمد السقا محافظ الالقاب يعني، سمية الخشاي ومحمد رمضان ومي عز الدين، انا بقول لك بترتيب الاعمال، وعلي ربيع. فانا الحمد لله يعني انا كان حظي حلو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.